المخطط البلدي للجستيون دي ديشي هي بوكو دو مطبخ وتعريفهم بمكونات نفاياتهم العضويه. دونك هي هذا تم الاختيار على ان تكون. هدف هذا اللقاء هو إدراج ولا إنشاء ولا تصميم خارطة الطريق لتنمية القطاع للتسيير وتثمين النفايات على مستوى بلدية الخروب عن طريق نقل الخبرات والتجارب لمختلف المتدخلين من قطاعات عمومية خاصة وجمعيات وعرض نتائج خبرات ناجحة في هذا الميدان. ما هي العوامل اللي تخلينا وتحتم علينا أننا نعود النظر في طريقة معالجة النفايات على مستوى الجزائر؟ كنت طرقت على الأسباب على المستوى العالمي وهي خاصة نفوذ يعني المواد الأولية لتستعمل في إنتاج يعني المواد لتصبح يعني في المستقبل القريب أو البعيد كنفايات. العنصر اللي يبان منه هو التكلفة يعني المباشرة، والغير مباشرة هو الشيء اللي يبقى يعني في باطن الأرض ولا بليتو على المستوى يعني المحيطات اللي هي 127 مليار كتكلفة لعدم استرجاع وتتمين النفايات وكذلك معالجة مخلفات النفايات اللي طرقت لها هي مثلا كعصارة النفايات يعني اللي خدات حصة الأسد فيما يخص لي دوماج اونفيرومونتال يعني اللي شكلها